يا صدام؟ الحمد لله رب العالمين. من يومين حررنا كتيبة المدفعية الفوزديكة بالضبعة، من امبارح حررنا ثلاث حواجز كتيبة حاجز الضبعة حاجز الكويتي، واليوم الحمد لله الله أنعم علينا وحررنا حاجز المساكين. من هاي اللحظة بنحرر من أعلن محاصرة المطار والرحبي واللي شارك بالعملية كتيبة فرق أبو عمر، كتيبة فرق الصير، لواء الفجر، والحمد لله. وهذا يا أبو أحمد قائد لواء الفجر، والله الحمد، فجر الإسلام عفوا، لواء فجر الإسلام، والحمد لله رب العالمين.